ونقول لكم مساكم الله بالخير لكل من يتابعنا على شاشة روتانا خليجية وبرنامجكم اللي يجيكم كل يوم من الأحد لين الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5 في تقديم طراد سندي ولميا غالب وكابتن ريما. ووصلنا معاكم لفقرة، أنا قلت لي 4 ل 5 ولا ما قلت؟ قلت أوكي ايه؟ تجمع الفلوس المرض الله الزبدة. المهم وصلنا معاكم لفقرتنا، فقرة فكر شاب أو فكر الشباب اللي كل يوم قاعدين نشوف أفكار جديدة وإنتاج جديد تستاهل أن من خلال برنامج ساعة الشباب أنكم تكونون معانا وتشاهدونها، وممكن تكون هي مفتاح لهدف أنتم في يوم من الأيام ودكم أنكم تصلون له. جميل جدا. بداية أنا وجه ألف سلام عليك. الله يسلمك. مع المناديلي وضعي مع المخاخات مع الأدوية. أخذت أدويتك؟ كيس تقول واحدة ها في المية 120 الله يعطيك الصحة والعافية، مشرف ومنور دائما هنا ومكانك موجود ريما. طبعا هذا يعني مو عشان خلاص الهواء بالضبط. شكرا. طيب عموما الآن احنا فقرتنا فقرة فكر شباب، دائما بيكون معاكم في زي ما ذكرت لكم ريما، في دائما يكون عند الشباب افكار جديده وطموحات وامور جيده، وخصوصا ضيفتنا اليوم يعني اختارت مجال العلاقات العامه عشان تبرز فيه وتوضح كثير من المواهب او كثير من الامور اللي ممكن تكون موجوده في المجتمع وايضا تثبت نفسها. في مشرفتنا ذكرى العطاس اليوم، يا هلا وسهلا، مسؤوله علاقات عامه. كيف امورك ذكرى؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. طيبه الاجواء جميله. خوفناك قبل الحلقه صح؟ لا خوفتوني شيء، بس انا كنت ناوي اوشي فيها اقول ان هي قالت لي قومي روحي انكسر. لا يا شيخ معقول تبيني انفصل كذا؟ بعدين قلت خلاص هذه مواهب علاقات عامه يعني. حلو. طيب بما ان احنا قاعدين نتكلم على وفتحتي سيره انت سالفه العلاقات العامه وانت الان متخصصه فيه وهذا شغلك الحالي، يمكن احنا قاعدين نشوف انه في توجه كبير من الشباب والشابات للعلاقات العامه، هل انت هذا التوجه اكيد انه في هدف يعني في او شوفي انا ما ابغى اقول انه في هدف لان في بعض الشباب والشابات يختارون اي قسم والسلام عليكم. انت اخترتي هذا القسم ودخلتي فيه ليش؟ انا ماني متخصصة علاقات عامة اول شيء، انا دارسة ادارة عامة. اوكي جميل. بشكل عام العلاقات العامة ما هي تخصصا ممكن الواحد يدرسه، هي ممكن مهارة خبرة موهبة زي ما يقولوا يعني مفاتيح شخصية تكون في البني ادم ممكن هو ايش يصير فيها. بدايتي كانت فيها في 2009، كان وقتها عمري 17 سنة. عشان العمر بس حلو ذكرت يعني حاجه مره مهمه، احنا عشان كذا ذكرنا في البدايه ممكن من موهب يعني موهب الشخص انه هو عنده موهبه في التواصل مع الناس او هبه انه هو يقدر يوصل لنقطه معينه مع كذا شخص، وهذه اكتشفتيها في نفسك ما تخصصتي لكن لعبتيها صح وقدرتي انك انت تكوني مسؤوله علاقات عامه في التواصل مع الاخرين بشكل جيد على صعيد العمل تحديدا. بس بسالكم يعني كأول شيء مسؤولة علاقات عامة وانت عارف المجال كويس، في كثير من الصعوبات اللي بتواجهوها والأمور اللي هي في عليها استفهامات أوقات في عملكم، فإيش هي هذه الأمور عشان نوضحها أكثر؟ أول شيء أحيانا في ناس تعتقد أنه واحد مسؤول علاقات عامة يكون عنده رقم كل الناس المشهورة وعنده رقم كل الناس اللي يعني يكون عنده داتا بيس كده بشكل مو طبيعي. أيه؟ هذا خلاص أنا أصير علاقات عامة على طول ما عنده مشكلة، فسماعي عندك رقم فلان إيه ما أنا علاقات عامة. هذا لا طبعا فكرة خاطئة طبعا. أيه؟ علاقات عامة يعني أسلوب كلام تعامل، يعني سبحان الله هي كاريزما في الشخصية أكثر من أن هي أشياء ثانية. بعدين صراحة يعني أكون صادقة يعني موضوع يعني ممكن يكون في الشخص نفسه موجودة فيه بالفطرة، لكن سبحان الله مع مرور الوقت مر عليه تجارب يبدأ يعمل كنترول على نفسه يعني كده يضبط جوانب من هنا يضبط أشياء من هنا يبدأ يعدل في كثير أشياء. طبعا أنا أتوقع أنه من أهم الشغلات اللي يسوونها في العلاقات العامة أنه يكون تحت المسمى هذا أنه يكون عندك علاقات عامة من خلال العمل ومكسب يعني تكسبين المعارف، ولأن هذا ممكن يفيدك كثير. طبعا هذا مرة مفيد جدا يعني أكثر أشياء اللي فادتني كانت أيام التطوع يعني قبل السيول، كان أيام ما كان في الجروبات الصغيرة اللي ينزلوا ياخذوا أيتام مش عارف. تذكرت هذيك الفترة؟ هذيك الفترة كانت 2007 كانت 2007 8 9 10 إلا السيول بعد كده صارت الزيادة الانفتاحية فيها. كانت هذه أكثر فترة صراحة مفيدة علمتني وعلمت غيري ناس الآن ما شاء الله نماذج كبيرة ولها باعها وسمعتها في المجال أنه كل واحد فينا يعرف شو المستويات شو البروتوكولات في العلاقات العامة. أنا ما درست علاقات عامة هم ما درسوا ولكن تعلمنا من هذا الشيء. هل المفروض لازم يكون عنده لهجات معينة؟ شايف في لسانها شوية أنا عندي مشكلة أي أحد مع أي لهجة
اوتوماتيكلي الموضوع يقلب. حسيت شوفي من كلامك اشوف معاكي غيرت اللهجه معايا غيرت. ايوه اوكي طيب خلاص خلينا نركز معي باللهجه. طيب يلا طيب انت توك ذكرتي نقطه كمان مهمه يعني انا كنت حابه اني انا ادخل فيها اكثر، سالفه ان انت الشخصيات المهمه تكون متواجده طبعا في العلاقات العامه في مناسبات كبيره تكون موجوده صحيح. من خلال هذه المناسبات او اصحاب هذه المناسبات شخصيات مهمه عندهم بروتوكول معين تتبعونه، يعني كيف عمليه التنسيق مع بالنسبه للحفلات الكبيره او الشخصيات المهمه؟ حسب، يعني مثلا لما اجي اقول افتتاح محل غير لما اجي اقول مثلا مسويه مؤتمر على مستوى مثلا شباب تطوعي او مؤتمر اي شيء له وزن. الشيء الاساسي لازم يعني في فرق، انا ما راح اجيب راعي رسمي لهذا واجيب راعي رسمي لذا، يعني تخيلوا مثلا اجيب افتتاح المحل الفلاني برعايه صاحب السمو الملكي لا ما ينفع. طبيعي ففي بروتوكول يعني. لازم يفرقوا في الليفل والمستويات اللي تكون صح. هذه تقص كثير في عندنا ترى في الايفنتات، يعني متى استخدم هذا، متى يكون هذا اقوى من هذا. في الاخر يعني لو جينا كمان طالعنا شوي العلاقات العامه ترى هي ماركتينج تسويق طبعا، يعني يدخل في جزء منها صحيح. هي تحت التسويق تعتبر اكثر. وفي ناس تخربط شو الفرق بين الماركتينج والتسويق. لا التسويق هو المنتجات واشياء كثيره، لكن العلاقات العامه جزء منها بالمهارات بالاسلوب بالاشياء اللي نحتاجها. فمثلا يعني اي اشياء ركائز، نرجع لموضوع ثاني، اي ركائز مثلا تكون نحتاجها في افتتاح اماكن او شيء او ترتيبات لحفل معين، احتاج مثلا ايش توجهي انا، احسب ايش الاهداف اللي ابغاها، ابغى حضور ايش هدف الايفنت نفسه، ايش هدف الايفنت، على اساس ابدا اصنف فئات الناس، احتاج اعلاميين، احتاج ضيوف، اصحاب اعمال، ناس خيريه تحب تدعم، تدفع فلوس مثلا او انها تدعم تتبنى قضيه. بنتكلم عن الصحه، ابغى دكاتره ممرضين، على حسب التوجه لازم يكون في تحديد. احنا بنشوف والله ما شاء الله في ذكرى واضح ما شاء الله في شخصيتها في كثير من الركائز والعناصر الجيده، الواحد انه هو يقدر يكون لا واضح قدام الناس ما شاء الله تبارك الله. ايوه انت تقولي لي ما شاء الله عليك. ايوه فما شاء الله واضح عليك، وفي كثير من الامور اللي واضحه انه ترى انا مسؤوله علاقات عامه، ما حد يقدر يكلمني يعني ليش ترى كمان في شغله يعني اللي يثبت كمان انه لازم يكون كلامنجي. الان في الدراسه لما تيجي تدخل اعلام يقول لك اعلام وعلاقات عامه يعني مربوطه الاثنين ببعض، لانه تقريبا الموهبه قريبه من بعض، وتقريبا الموهبه واحده اللي هي سرعه البديهه وكيف اللي تكون شخص معرف كيف تقدر صحيح. اي انا مضبوط البعض يعني ممكن تكملي البرنامج معانا على فكره هذه ما عندك مشكله. فطب انا بعرف يعني ما شاء الله في وجود كل هذه الاشياء الجميله كيف بتحرص انك تنمي، خصوصا انه في شباب وبنات الان يتابعونا وكثير حابين انهم يكونوا في مجال العلاقات العامه او حتى الاعلام، ويبغوا مثلا عندهم شايفين انا عندي موهبه معينه في التواصل مع الناس ولكن ابغى اكملها، فايش الامور اللي بتسويها عشان تكملي او تنمي هذه المهارات وتطوريها؟ اتكلم على الشيء اللي انا صراحه سويته بنفسي. انا عاده ما عندي اسلوب معين ولا ادخل دورات ولا احضر اي شيء. للامانه ما شاء الله السي في عندي مليان خبرات بس ما عندي دورات. للاخر فكثير خبره انا اشوفها تعادل طبعا. ليش ما في دورات؟ طب الدوره شو تسوي لي؟ للاخر يعني دوره علاقات عامه او دوره مش عارف ايه كذا، احيانا احتاج معلومه الى اخره. انا مؤمنه انه الانسان يقدر يكون هو معلم نفسه. يعلم نفسه ويعلم ذاته ويختار الشيء اللي هو يبغاه، مدرسة الحياة. فأكثر شيء بصراحة استفيد منه من علاقاتي في الناس، يعني اشتغلت مع ناس كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن، سواء سيدات مجتمع، رجال أعمال، إعلاميين ما شاء الله تبارك الله. فكل شخص اشتغلت معه أضاف لي مرة كثير. طيب ذكرى الحين بنرجع كده شوي ورا، احنا تكلمنا في البداية ان في موهبة بس يمكن الناس ما يعرفون وش الموهبه اللي لازم تكون في الشخص اللي وده انه يدخل مجال العلاقات العامه. يعني في ناس انا اشوفها حتى يعني انا اتكلم على حياتي العامه مثلا، اما اجي اسمع واحد من صديقاتي تقول لك والله انا بدخل علاقات عامه، يقولون هذا مره يفيد ويكون علاقات بس ما تفهم وش الموضوع هذا، تدخل عشان عندها معتقد انه الموضوع هذا راح يفيدها. فانت في البدايه قلت انه لا في موهبه، فاكيد انه في عده عناصر لازم تكون موجوده في هذا الشخص اللي لابد انه يكون تحت مسمى العلاقات العامة. اعطينا كده اللي انت شفتيها من خلال خبرتك يعني. طيب يعني افتكر في مرة يعني اتذكر كنت ادور مسؤول علاقات عامة في مكان ما نبقى الى الاسم مكان. اي طبعا لا تقول المهم الله استعلم سكيب المهم اللي بعده. فقاعدة ندور 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 اطالع عند المكتب مكتوب علاقات عامة، اطالع في بادي مو هو، اطلع ثاني مرة اخر شيء شكيت دقيت الباب، السلام عليكم استاذ فين مسؤول علاقات عامة انا؟ فكان مفاجأة المظهر
يعني لبس الشكل، الاسلوب، القعده، اللطافه، البشاشه. مش لازم اني مره اكون فول ميك اب ولا لازم اني اكون متشخصه، شكل مرتب، شكل مرتب الانيق اللي اتقبله. هذا اهم نقطه. النقطه الثانيه البشاشه في البدايه، القبول، انه انا افتح حوار اقدر اتكلم معاه، عندي ليمت افهم ايش خصوصياتي معاه، ايش حدي في التعامل معاه. هذا كمان اشياء تفرق. المهارات الثانيه او الاشياء اللي ممكن يعني الواحد يقول ان انسان سريع انه هو يقدر يوصل للناس بطريقه لطيفه. هذه ممكن خفيف يكون سهل ممتنع شوي. ما اي احد يسويها. يبغى لهم شوي اللي يقدر كذا يدخل في الموضوع. سبحان الله. هو والله تختلف من شخص ثاني. على قولك الواحد ينصدم لما يلاقي مثلا زي مثلا دكتور اسنان اسنانه خربانه مثلا، ولا نجار والباب مخلع مثلا. يعني هذا طبيعي. ايوه. فليش نوصل لهذه المرحله؟ فعلا لازم نكون انه قابل الواحد يتواصل مع الناس. طب انا بسالك من ناحيه ثانيه، احنا متاكدين انه الان المجال هذا اضاف لك كثير في شخصيتك. الحمد لله. بس بعرف لاي مرحله وصلتي، عشان كمان الناس اللي تبغى تعمل في هذا المجال يعرفوا ترى حتجي لكم الفائده لو مشيتوا على الخطوات الصحيحه. طيب اقول لكم معلش شويه كذا حلو مع قصص انت اليوم كذا حلو. ايوه. أنا وش ماني علاقات عامة، ولا توجهي علاقات عامة بحت، ولا توجه إداري زي ما درست بحت، ولكن يعني يمكن الأشياء اللي مرت فيها في حياتي كان خليط غريب عجيب. شوي علاقات عامة، شوي مذيعة، شوي كنت معدة برامج، شوي ثاني مرة كنت مديرة مش عارفة، شوي خدمات عملاء، شوي مبيعات. يعني هذا الخليط كله في الآخر يعني وصلني لمرحلة أنه بأوصل لهدف معين. مش هدفي الوحيد علاقات عامة، ولا هو مجال الأساسي اللي بتوجه فيه الآن، بقدر ما أنا اليوم مديرة التسويق، هذا هو توجهي الماركتينج. حلو حلو. بالإضافة إلى الإعلام عندي هواية فيدخل شوي من جنب. يعني نقدر نقول أنت بتسهل الناس أنه ترى أنا ما سعيت 100% بالضبط، ولكن في عناصر ساعدتني أني أنا أكون. يعني عموما شخصية الإنسان والأسلوب والطريقة هي كمان لها دور، وكيف أنت بعد كذا مستقبلا تنمي هذا وتسكنها بالدورات والخبرات. بالضبط. ذكرى العطاس مسؤولة العلاقات العامة ومسؤولة كل شيء بسم الله عليك. جوكر. تسويق جوكر. بالضبط. يعطيك العافية. إن شاء الله كل اللي كان يتابعنا استفاد كثير وعرف معنى كلمة العلاقات العامة. يعطيك العافية ذكرى، شرفتينا حقيقة وسعدنا بشخصيتك الجميلة جدا. يعطيك العافية. الله يسعدكم. ودائما إن شاء الله حنسعد بتواصلكم ومشاركتكم معنا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره من أمور التواصل، عشان نعرف إيش رأيكم دائما في حلقتنا وفقراتنا. وفقراتنا برضو مستمرة في أخبار وسوالف، ولا تهوي يا كابتن ريما. أوكي والله جاهزة. بس أنا مريح حريح شوية وأسيبكم مع كابتن ريما ولمي عشان حيقول لكم أخبار جديدة ما تقدرين جديدة بعد الفاصل. خليكم معنا.